هذا المطبخ مطبخك انت مطبخ هذا بالصيف الشقه هون فاضي بقى انا بستفيد من الوضع حتى بما انه ما في شغل كثير وهلا الوزاره تركت لنا المجال نقعد بقى عمالي ارجع عيد النظر بكتبي صار لي زمان ما عملت لهم ابديتنج ترجع بتقرأ طلع في قوانين جديدة واجتهادات جديدة وآراء جديدة كليته برجع بعمل يعني جهد اني خلي كل شيء يكون الانترست لك قانون بس هلا هون على الطاولة في قانون هذا الجزء اللي كل الناس بتعرفه اللي ما بيعرف بس في جزء مخفي ما له علاقة بالقانون يلي هو مثل ما بتلاحظي هوني كل شيء بيتعلق بالفن هذول مثلا مجموعة كبيرة من الكتالوجات تبع الأثار الفنية المعاصرة بالعالم وهيدي أشياء كتير بترقلي بمزاجي بتحب تقريهم كلهم يعني؟ كل هيدي وحدة وحدة صفحة وصفحة حرف وحرف متمعن فيهم ودرسهم مش بس أنا ومرتي وولادي لما بيجوا هالكتالوجات من صفة نتسابق عليهم وأنا أحيانا بخفي الكتالوج حتى أقدر أشوفه قبل غيري هذا ماتيس هذا جافلينسكي شوفي هيدي مثل سلفادور دالي هلا نحن ثلاث سنين ما كنا نقدر ننزل لهون لانه كان في حرس وكان في اوعى تطلع يعني في يعني مقتضيات امنيه وكانوا اسم الله كتار ما قدرنا لا ننظم ولا ندهن ولا ننظف ولا هلا عم نرجع تدريجيا انا ومرتي نرجع بعد الوزاره بعد الوزاره هلا برا يعني بعد ما خلصت من الوزارة معالي الوزير وهلأ فضيت لبرا غيرت شي عندك؟ ايه اكيد اكيد هلأ عندي حرية اكتر ايه صرت بقدر روح واجي بقدر افتح الشباك بالسيارة هذه شغلة ما كنت اقدر افتحها مثلا ما كانوا يخلوني افتح الشباك بالسيارة اذا فتحت الشباك هالقد بمكان ما لازم كل الشبابيك اللي نحن دير من دارنا تنفتح بنفس المقدار طيب ينعرف مين قاعد وين هلا على القليله صار فينا نروح ونجي صار فينا نحكي صار فينا نحكي على التليفون ما حدا محل حدا كل وزير بيجي عنده اجنده براسه عنده طموح عنده حلم انا كان عندي حلم أكثر مما كان عندي أجندة حلمي كان أنه يعني أعمل ثلاث أشياء بوزارة العدل حدث التجهيزات البنيوية لوزارة العدل من المباني حتى الأشياء الرقمية كلياتها تصير وتدخل بقى بالقرن الواحد والعشرين عيب بقى نعيش القهقرة نحن في القرون الوسطى لما فت على الوزارة مثلا ما في انترنت ما في ايميل للقضاء ما في تلفزيون ما في كيبل ما في شيء اسمه حضارة رقمية الحلم الثاني اللي عندي اياه هو كمان بتحديث مش بس البنية الأساسية للقضاء والقصور العدل ولكن كمان تحديث القضاء بحد ذاته والحلم الثالث أو الهدف الثالث هو تحديث القوانين هالحداثة الثالثة هي يعني أنا كثير اشتغلت عليها راضيين مبدئي لا ماني راضي لأنه
مجلس الوزراء مثلا عملنا 7 جلسات مشان قانون الانتخاب، طلعت النتيجة انه كبوا. عملنا يمكن 11 جلسة مشان موازن، كمان ما طلع شيء. صار في أزمات طويلة بالحكومة، ما طلع شيء. ترجع بتعيد هالتجربة دكتور لو ترجع؟ ما بفتكر حدا، ما بتضيع وقتك، ما بقى حدا يعيد التجربة معي أنا. لقال لك ليه؟ لأنه صعب بلبنان تجيبي شخص يعني ما يحكي إلا الصدق، وما يعمل إلا حسب ضميره، وما يطبق إلا القانون. هي نفسها وزارة العدل التي ترأسها نجار، التي قدمت تقريرا للحكومة السابقة حول ملف شهود الزور، يقول فيه نجار إن اختصاص القضاء اللبناني هو قائم لقبول الادعاء في موضوع شهود الزور، لكن الأمر انتهى بخلاف في مجلس الوزراء حول نقطة إجرائية، وهي إلى أين سيتحول هذا الملف، ومن سيتولى التحقيق، المجلس العدلي أم القضاء العادي؟ فسرعان ما أضحى الملف أحد دوافع إسقاط حكومة الحريري، شلها إلى أن انهارت. والآن وبعد نيل الحكومة الجديدة الثقة، عاد الملف إلى دائرة الضوء. إذا سقطت الحكومة، قيل أنه بسبب تقرير شهود الزور، هذا غير صحيح، لأنه تقرير شهود الزور ما صار في خلاف عليه، لأنه مثلاً الأستاذ وليد جنبلاط خرج من عند دولة الرئيس نبيه بري وأعلن أمام الصحافة أنه لا، هذا التقرير جيد وبنمشي فيه. إنما الخلاف صار بعدين على الجهة الصالحة للنظر بموضوع شهود الزور، يعني إما المجلس العدلي وإما القضاء العادل اللبناني. يعني كان الخلاف هو أبعد من موضوع الصلاحية وأبعد من موضوع شهود الزور. أنا بنظري كان الخلاف هو على النيات. يعني راحت الحكومة السابقة في ظرف معين، وأنا رح أقول لك هالظرف لأول مرة، رح أقول لك شو اللي صار واللي ما حدا عم يحكي عنه. صار في اتصالات بين مسؤولين كبار لبنانيين، اتضح لهم من خلالها أنه ممكن يصدر القرار الضمني ب الأسبوع الثالث من كانون الثاني، وقالوا اللي هني عم بيتعاطوا معهم مثل رئيس مجلس النواب، رئيس الحكومة، يمكن الرئيس السوري، يمكن بعض القياديين الكبار اللي هني ممثلين اليوم بالحكومة، انه انتبهوا بعد 3-4 أيام حيطلع القرار الضمني. فهرولت القوى، كلمة هرولت هون يمكن منها كتير حلوة، بس انه سارعت القوى اللي هي كانت بوقتها الأقلية، وتداعت واجتمعوا واعلنوا انسحابهم من الحكومة، ما ادى الى اسقاطها. لماذا اريد طرح الملف هلا؟ لانه بفتكر في ناس بدهم يسددوا يعني فاتورة سياسية انه لازم نحن نحول هالملف الى المجلس العدلي. هلا هالحكومة الجديدة هل بإمكانها انه تحيله الى المجلس العدلي؟ يعني حضرتك هذا موضوع سياسي طبعا، ما عاد موضوع قانوني. مجلس الوزراء بياخذ القرار اللي بده اياه. هلا ما معناته اغلبية يعني نيابية وصارت الحكومة لها، هل بإمكانها هلا غير قبل؟ من قبل بالطبع ما كان عند المعارضة السابقة إمكانية انها تاخذ 15-16 صوت من اصل 30 لحتى يتحول الموضوع الى المجلس العدلي. اليوم اكيد هالاكثريه هيدي ممكنه وبيقدروا ياخذوا القرار اللي بدهم اياه. بس خليني هون ضيف شغله، انه احاله اي ملف الى القضاء لا يلزم القضاء، يبقى القضاء مستقلا، يعلن صلاحيته او يعلن عدم صلاحيته. في المدعي العام يعني في المحقق العدلي يقول في صلاحية أو لا صلاحية، كما أنه المجلس العدلي في يقول في صلاحية أو ما في صلاحية. كمان بلفت لك انتباهك إلى أنه اليوم ما في مجلس عدلي، اليوم بلبنان ما في مجلس عدلي، لأنه التعيينات غير مكتملة. وأنا برجح أنه الموضوع يكون هو مطروح اليوم سياسيا أكثر بكثير مما يكون مطروح قانونيا.